تسمحوا لي أخذكم معايا في رحلة غريبة مختلفة جدا. أنتوا أيتها العازبات في عمر 30، رحلة تحتاج إنه نخرج من التفكير اللي إحنا متعودين إنه نسمعه. راح نطلع من المعتقدات اللي عاقتنا لما وصلنا عمر 30. في التعليقات أبغاكم معلش تشاركوني إيش أهم الأفكار أو الأصوات اللي بتسمعوها أو الكلمات اللي متعودين إن أنتوا تسمعوها من يوم دخلتوا 30، وبيوم عيد ميلادكم 30 إيش الصوت اللي سمعته، وصوت مين يشبه من المربيين، وإيش هي العبارة. إن شاء الله بالفيديو القادم راح نتكلم عن هذا الموضوع. تفضلوا، الفيديو لكم. أهلاً أصدقائي، معاكم أنا رحاب سعد. أتمنى أن كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية. إذا كنتوا الأول مرة تكونوا موجودين على قناتي، أهلاً وسهلاً فيكم. أنا لايف كوتش ومعالجة روحية، أساعدك على أنك تعيش الحياة اللي تشبهك، أساعدك تعيش الحب وتكون أنت مصدره، لأن الحب من جواتك أنت. كاتبة روائية، عندي روايتين، الأولى أخرجني من هذه الرواية، والثانية كيف تنام وعيناك مفتوحتان. إن شاء الله قريبا راح أعمل لكم فيديوهات عن رواياتي وبإذن الله تعجبكم. اللي ما سبق وسمع عنها ممكن يتابعني على حسابي على الانستغرام وراح يعرف عنها. زي ما قلت لكم، هذه اليوم راح نبدأ سلسلة مختلفة جدا، هي عن العازبات في عمر 30 وما سبق لهم الزواج. بإذن الله إني أقدر يا رب إنه ربي يقدرني إني أساعد أكبر قدر من العازبات إنهم يتحرروا من الوعي الجمعي اللي خانقنا جميعا بمفهوم بمجرد أن إن الوحدة توصل 30 ويصير عمرها 30 هي عانس، ويصير عندها خوف من إنها تعترف بعمرها، ويصير عندها كثير من الأشياء اللي هي خايفة إنها هي تعملها. وينقسموا العازبات في عمر 30 إلى قسمين، قسم ماشي برحلة وعي وتشافي حتى يجذب شريك روح يناسبه، وعازبات جالسين في البيوت وحاطين يدهم على خدهم يستنوا بس ان يجيهم هذا الزوج وهذا الرجل اللي ممكن يطلقوا عليه المنقذ. صح، اللي خاضت رحلة وعي راح تجذب مو بس شريك حياة مختلف جدا، راح تجذب علاقات صحية ومفيدة مختلفة جدا عن الثانية اللي جالسة وحاطة يدها على خدها. عارفة انه هذه الفقرة وهذه السلسلة ممكن تعرضني لهجوم مرة كبير، ولكن انا وانتو مستعدين اننا نغير ونطلع من الوعي الجمعي. زي ما قلت لكم، هذه سلسلة من المواضيع المختلفة للعازبات في عمر 30 والعازبين في عمر 30، حتى بإذن الله بإذن الله بإذن الله أقدر أساعدهم يتحرروا من الوعي الجمعي والخوف من عمر 30 والخوف من إنها وصلت لعمر 30 وما تزوجت. مميزات، هنا راح نتعرف اليوم على مميزات كثيرة حافظي عليها أيتها العازبة، تجعل حياتك أكثر سعادة من المتزوجة، بحيث أن أنت
أشياء كثيرة مو موجودة على عاتقك. وهنا راح نتعرف بعض النصائح البسيطة حتى تحافظي على التوازن بين الحالتين. أول شيء، نعمة التفكير المنظم. المتزوجة حياتها منقسمة ما بين اثنين، وهذا مجهود ذهني كبير جدا. هي منشغلة بمستقبلها لنفسها وبمستقبل شخص تاني، هنا يصير بتفكر بمستقبل لشخصين، وعندها الشعور بالقلق بعض الأحيان على شريك حياتها، أطفالها، وهذا بحد ذاته ضغط نفسي ومعيق ببعض الأحيان للاستمتاع بالحياة. أعرف البعض راح يقول إحنا نبي هذه الحياة، بس أنت بس ترى إحنا بهذه السلسلة، حتى أساعدك، ما بقولك إنه حياة المتزوجة مو حلوة، بس أبغاك تشوف حياتك الحالية على إنها جميلة ورائعة ومميزة. أبغاك تنظري لحياتك بنظرة مختلفة، إن أنت عازبة ترى حياتك جميلة، أنت عزباء عايشة متحررة من أي علاقة زوجية أو أطفال بحياتك، عندك وقت إنك تكوني في تفكير منتظم مع حالك، ما عندك ضغوطات نفسية إضافية في حياتك. إلا إذا حبيتي تضغطي نفسك بعلاقة مع شخص تاني، هنا من المهم جدا أيتها العزباء أنك تعيشي حياتك بعفوية دائما. رتبي وقتك، خططي أنك ترتبطي يوم من الأيام، بس مو معنى أنك تحطي يدك على خدك بس تنتظري الرجل يجيكي وينقذك. استمتعي بحياتك وبوقتك مع الأهل والأصدقاء، استمتعي بحياتك، ابتسمي، اضحكي مرة كثير. مو معنى ان انت بتنسي انك بيوم بترتبطي، بس هذه لحظة ولازم تستمتعي فيها. ثاني شغلة، يكون عندك مرونة كبيرة جدا في هذه الحياة انك تواجهيها. انت انثى عذباء او انت رجل، ما انت متزوج، سنجل، يمكنك تقدري في هذا الوقت انك تتعاملي مع سقطات الحياة، صعوباتها، كم مرة فشلتي، وتقومي من أول وجديد وتبدأي من البداية، تعتمدي على نفسك. وهو هذا الشيء اللي يخليكي من جواتك يصير عندك شعور بالاكتفاء الذاتي، وكمان يحررك من قيود العلاقات العاطفية اللي ممكن إنها تخنقك. لما تكوني عزباء عندك الوقت إنك تكوني على حقيقتك وبدون فلتر وبدون حكم، تسوي كل شيء يعبر عنك، عن أنوثتك وجمالك، بدون ما يكون في شخص موجود في حياتك يقول لك أبغاك تكوني كذا. غيري من حالك حتى يجيك شخص يشبهك، مو تجيبي مجرد علاقات فاشلة متكررة. من المهم إنك ما تنسي حالتك العاطفية وتتعرفي أكثر على احتياجاتك، وتبدأي تعطي نفسك كل شيء مثل الحضن والكلام الحلو، وهي من أهم مقومات الحياة، ولأنها موجودة لا تتجاهليها. أنت أنثى وبداخلك كومة من العواطف، اعطيها لحالك. وقت توصل للمرحلة إنك تعطي حالك 70% حب، رح تحصلي على الشريك الحياة اللي يسعدك بإذن الله. ثالث شغلة، اهتمي بنفسك أكثر. عندك وقت مرة كبير أنك تهتمي بحالك، بغض النظر عن المتزوجة اللي أو بعض المتزوجات بيفقدوا هذه الميزة اللي تعبر عن شخصيتهم، لأن البعض منهم بطلوا يهتموا بنفسهم، وإذا اهتموا لأجل شريك حياتهم. انت عندك الوقت انك تعملي كل الاشياء هذه لحالك الان، وهذه ميزة ما بيلقوها كثيرة من الناس حتى في، فممكن هذا نداء لبعض البنات اللي جالسين في البيت ومهملين انفسهم بانهم يبدأوا يهتموا بحالهم. بشكلك عندك وقت انك تعملي كل شيء.
عندك استقلالية أكبر. الاستقلالية بحياتنا أبى أعرف في الأول إيش مفهومكم للاستقلالية. قبل أنا ناقشت عن الاستقلالية وكان ممكن موجه للبنات اللي في عمر من 15 ل 19 سنة أو 20 سنة، بس أبى أفهم إيش مفهوم الاستقلالية حاليا عندك أيتها العزبة. من الجميل إنه يكون عندك وقت تعملي فيه أنشطة مرة كثيرة، تعملي فيه أعمال مرة كثيرة أنت تحبيها بدون مجاملة، بدون ما تشاركي شخص وأنت ما أنت حابة تعملي هذا النشاط بس عشان هو يبغى هذا النشاط يكون في حياته. يس، مارسي واعرفي أنت إيش الأشياء اللي بتسعدك. بكرة إن شاء الله لما تتزوجي تكوني عارفة إيش الأشياء اللي بتسعدك، حتى لو جيت تجربي التجربة لشريك حياتك إذا ما عجبتك يكون عندك صوت تعبري. هنا من الجميل انك بتراعي انه الناس اللي حولك بعض الشيء وكيف ينظروا للحياة. ذكرت لكم بفيديو كيف ممكن نتعامل مع البيئة اللي احنا عايشين فيها. انا عارفة انه مو كل البنات العازبات عايشين في بيئة جدا بتساعدهم على التطوير، ممكن عايشين في بيئة ما بتساعدهم على التطوير. اغلب الناس ما يقدروا يتكلموا او ما عندهم صوت يعبروا. شوفوا الفيديو وشوفوا كيف قد ايش انتم حتقدروا تتعاملوا مع هذه البيئه، لان اغلب الناس ما يقدروا يعيشوا، والانسان بطبيعته ما يقدر يعيش لحاله. سعادتك الداخليه من الجميل انك تحافظي عليها وتكوني يوميا متصله مع هذا الجمال اللي جواتك. ابتسمي لنفسك، تبتسم الحياه في وجهك، اعملي اشياء جميلة ورائعة لنفسك حتى تجيك من الاخرين بدون ما تحسي ان انت ثقيلة. انا عارفة البعض رح يعارضني في كثير من الكلام اللي انا قاعدة اقوله، والبعض رح يقول لي اوه انت انا عزباء وفي الثلاثين ومبسوطة وسعيدة، لان خرجت من الوعي اللي بيقول انه انت وصلتوا الثلاثين وما تزوجتوا والكلام الفاضي هذا. رابع شغلة، بيصير عندك سهولة كبيرة في انك تحددي اهدافك وانت عزبة، عندك فرصة كبيرة انك تحققيها وانك تصنعي فرق في حياتك وفي حياة غيرك، لأن مجهودك الذهني ما يكون مشتت في قصة حب عاطفية إلا اللي حبت إنها تخش في قصة حب عاطفية وعارفة أنت نهايتها أوكي، بس إذا أنت داخل علاقة عاطفية وما أنت عارفة نهايتها الله يعينك. رح يجي الوقت اللي تخش في قصة حب عاطفية للي ما يداخل. سؤال، اللي بداخل قصة حب عاطفية هل أنت سعيدة وراضية عن هذه العلاقة؟ هل ولا انت بس بتمشي حالك في هذه العلاقة تبي تتزوجي؟ هل تحسي نفسك ان انت مستنزفة؟ هل الارتباط هوس عندك؟ لان المرتبطة تحتاج وقت مرة كبير، وش تبي بالضبط؟ وش الاشياء اللي تعبر عنها؟ لانها مش منشغلة بانها ترضي الطرف الثاني، وش يبي هذا الشخص؟ يعني مخها مكسوم بين نفسها وما بين هذا الشخص. هنا مهم انك تعرفي انت انك محظوظة بان انت سنجل، انك تقدري تعملي اشياء كثيرة مختلفة ورائعة ومميزة، وانتبهي من العلاقة العاطفية المستنزفة لك. خامس شغلة، بيكون عندك وقت تقضيه مع حالك، عندك وقت انك تستمتعي باللحظات الجميلة والرائعة والمميزة، خاصة انه عندك لو عندك وقت مرة كبير وواسع انك تقابلي اصدقاء مرة كثير وتشاركيهم اوقات مرة كثير، ويصير عندك لحظات انك تستمتعي بحياتك وانك تتعرفي على نفسك اكثر وتتعلمي تجارب مرة كثيرة. من المهم جدا انك ما تنسي رغبتك في انك في يوم من الايام راح تستقري، بس عيشي اللحظة اللي اليوم انت عايشتها. انظري للحياة للحياة الزوجية بأنه هي منظمة جميلة ورائعة ورح تصير في يوم ما، بس ما تحط يدك على خدك وتستنيها. لا تربطي سعادتك بالزواج، اربطي سعادتك بنفسك.
عشان يوم ما تتزوجي وتعيشي يومين سعيدة ما تقولي يا الله أبا أرجع للعزوبية. انت اليوم عزباء، استمتعي بكل لحظة. رح يجي يوم بإذن الله ترتبطي بالشخص المناسب أو شريك الروح أو توأم الشعلة اللي انت تبي تسميه. أصلحي من حاضرك اليوم يا حلوة، وتقبلي وتحرري من ماضيك ومعتقداتك حتى تجذبي كيان يشبه روحك، وتحسي بأنه الزواج نوع من الاستمتاع بالحياة مو مرحلة من الحياة راح تخنقك. أعرف كثير راح تعارضوني، عيشوا اليوم واستمتعوا. ثالث شغلة، لا مسؤولية كبيرة مالية. الأغلبية من الناس تشوف إنه في الزواج في ميزة، إنه في قدرة على إنه الاثنين من المتزوجين يتشاركوا المسؤوليات والأعباء المالية. لكن لما تكوني عزبة بيكون عندك الحافز إنك تشتغلي كثير على نفسك، على استقلاليتك الاقتصادية، على إنك تكوني أنت مستقلة مادياً، تبني نفسك أشياء كثيرة لما أنت تكوني لحالك. في بعض الأحيان وقت تكوني عزباء بيكون عندك عارفة إيش نفقاتك والنفقات اللي تستثمريها وتبني مشروعك الخاص، فلما يجي شريك الحياة ما تحسي إنه أنت معتمدة ماليا عليه كليا، واقفة على رجولك، عارفة ايش تبغي، ايش تبي تقدمي في هذه الحياة، وايش هي النفقات اللي انا بسويها. ما قلت انه الواحد بيصير بخيل، بس هو عارف ايش يبغى. من المهم جدا انه يصير عندك توفير في جزء من نفقاتك. يمكن اكثر انسانة عجبتني وهي تتكلم عن مسألة الادخار هي المبدعة مريم الدخيل، وهي تتكلم عن كيف الواحد يصير عنده ادخار. انا كنت افهم مفهوم الادخار اني احرم نفسي عشان انتخر. هي شرحت المفهوم ده وخلتني انا اكون مبسوطة بمفهوم الادخار. كمان انتي شوف ايش تبغي توصلي. هل تبغي تتزوجي وتكوني معتمدة ماليا بس على شريك الحياة، او تكوني انت عندك استقلالية مادية وعادي انك تساعدي شريك حياتك؟ من اليوم اعرف ايش تبغي. سابع شغلة، الاولوية هي المشاركة. اكيد المشاركة شيء حلو، خاصة اذا في شخص تتشاركي معاه تقلبات الحياة، ولكن الان انت عزباء فاكيد راح تركزي على مجالات كثيرة في حياتك، العمل، التواصل مع الأصدقاء، التواصل، والأهم 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 رقم واحد هو التواصل مع الذات. راح تاخذي وقت كبير انك انت تركزي على نفسك، على تطلعاتك الشخصية، وقضاء وقت كبير مع نفسك. وهذه الأشياء بعض المتزوجات ما يقدروا يسووها لأنهم منشغلات ما بين الزوج وما بين الأبناء. هنا أبغاك تركزي كثير على أولوياتك، تطوير حالك، الوظيفة، اللي ما يلاقي وظيفة كيف تطور من حالها وتطويرها من ذاتها يتحول لمصدر رزق لها، كيف ممكن أكون هذا الوقت مع أهلي، هذا الوقت مع أصدقائي، هذا الوقت في عملي. تقسيم الوقت، والوقت المهم جدا اللي الواحد ما ينساه هو الوقت اللي يجلس فيه مع نفسه ويتكلم مع حاله ويعبر عن كل شيء جواته، عن الحب والامتنان. ابدأي حبي نفسك وامتني، وابدأي ارسل الحب والامتنان لغيرك، حتى الكون يساعدك على انك تحصلي على الضعف من الاخرين. العزباء
الآن جالسة تغير من نفسها وتتقبل حالها وتحب حالها، يمكن من أهم النوايا اللي اشتغلت عليها في رحلة في حب الذات إني أوصل لأكبر قدر من العازبات. ليش العازبات مو بس المتزوجات والأمهات؟ عندي نية للأمهات بس الحين بتكلم عن العازبات، لأن أحس إنه إحنا مهم جدا إن نعطي أنفسنا 70% من الحب ونعرف إيش الأشياء اللي تسعدنا، حتى ما أجذب شريك حياة يشبه الأب أو الأخ أو المربي اللي رباني ومن غير ما أحس أتحرر من كل الأفكار والمعتقدات اللي حاطينها. مثلا اللي بتقول في معتقد أنا للآن ما لقيت شريك حياة يناسبني، طيب لو شلتي هذا المعتقد وقلتي بأنه يوجد هناك شريك حياة يناسبك وخرجتي من دائرة دور الضحية للمجتمع وخرجتي من دور تأنيب الضمير وجلد الذات وخرجنا من دور أني أنا مو حلوة وأقارن نفسي بغيري، وبدل ما انت طول الوقت في السوشيال ميديا ومركزة تقولي أنا بشتغل في قانون الجذب وإني أجذب واحد مثلا مشهور أو whatever عجبك على السوشيال ميديا، ممكن ما يطلع هو الشريك المناسب. يس الأحداث المتكررة اللي بتصير في حياتنا نطلع منها ونتحرك بإذن الله. ترى من باب المعلومية العذباء هي بتقدر تصنع ثقتها بنفسها، العزباء لو تعرفت على نفسها وصار عندها وعي عالي جدا بحالها تلقاها ما هي جالسة تنتظر شريك الروح أو توأم الشعلة أو whatever، وقت يجي سبحان الله بدون أي توقعات يصير فيه ارتباط روحي قبل ما يصير ارتباط جسدي. متقبلة كل تعليقاتكم بكل صراحة، ومن يوم قررت اني اعمل هذه الفقرة كثير قالوا لي رحاب ما انت خايفة الناس ايش تقول، الناس راح تهجم عليكي. اوكي نيتي واحدة اني اساعد كثير يتحرروا من الوعي الجمعي، من إنهم يخرجوا من دائرة الضعف والخوف. أنا أنثى وأزعل لما أشوف أنثى باقي بتفكر في العمر وإنه العمر والعمر والعمر. قبل آخر شيء سؤال، هل فكرت يوم إنك تشوفي عزوبيتك إنه لها فوائد؟ وإنه هذه الفوائد ممكن إنك تجني ثمارها وإنت عزباء، وإنها ممكن ترجع عليك بمنافع مرة كثيرة وتخليك تعيشي في دائرة السعادة والراحة، السعادة اللي ما تحسيها مرتبطة بأشياء مادية أو بزواج أو أشياء إذا صارت خلاص لما تصير تحسي إنك ما أنت مبسوطة. لذلك اهتمي بعملك، ابذلي جهد مرة كبير في العمل اللي انت بتعمليه، لا تكتفي بانك تخوضي مجال واحد، اشتغلي في اكثر من مجال، تعدد المجالات يخليك تكتشفي اكثر بنفسك وتوصلي لقناعة بانه انت انسانة مميزة ومختلفة، وراح تخليك تشوفي الحياة بنظرة مختلفة جدا، راح تلقي نفسك انه انت بدل ما تقولي انا لازم انحط في ده المكان تصيري تقدري تقولي انا المجالات عندي مفتوحة والبيبان عندي مفتوحة والكون سبحان الله راح يساعدك على انك تكوني في كل مكان. حققي نفسك، اقرأي كثير، واكيد الاغلب منكم قرأ كثير عن تطوير الذات وكيف تتغلبوا على مخاوفكم، عشان كذا حاولي انك تخلي هذه الفترة من عمرك من وقتك مخصصة بإنك تطلقي العنان لنفسك وتحقق أشياء مرة كثيرة وتثابري على إنك تطوري من نفسك وروحك حتى توصلي للشيء اللي تبغيه.
أيتها العزبة الجميلة الرائعة المميزة، ليه رحلة في حب الذات؟ رحلة في حب الذات تكوني في أعلى مراتب أو في أعلى الذبذبات الحب اللي تساعد الشخص على إنه يحصل على كل شيء وإنه يتحرر من كل شيء. رابط التسجيل بالبرنامج موجود تحت في الوصف. أتمنى بجد إني أقدر أساعد أكبر قدر منكم إنكم تتحرروا من أشياء مرة كثير. خلونا نكمل بعض باقي النقاط. والنقطة الثالثة، ركزي مرة كثير على صحتك. ممكن تنسي أو إنك تغفلي عن إنك تمارسي الرياضة لفترة طويلة لأسباب كثيرة. خليني أقول لك إنه الوقت الحالي، أو مجرد ما سمعتي هذا الفيديو انطلقي انطلقي وروحي مارسي أي نوع من الرياضة تحبي بكل نشاط، وكوني مبتسمة وحيوية. اعتني بصحتك حتى تكوني أنثى استثنائية كذا، جسم جميل صحي ومثالي. والنقطة ما قبل الأخيرة، ابني علاقات اجتماعية جميلة. حاولي قد ما تقدري بهذه الفترة انك تبني علاقات صحية صحية مفيدة، ومو بس علاقات للمرح، علاقات تساعدك على التطور الروحي، تساعدك على انك تكوني انتي على حقيقتك، تتخلصي من مشاعر ما هي حلوة، تتخلصي من شعور العار ودور الضحية وتأنيب الضمير. علاقات مليانة صدق وحب لا مشروط، يتقبلوك مثل ما انتي، التسامح من الذات وإعادة المشاعر الألم والظلم لأصحابها، حتى ما يصير عندك تكرار للعلاقات السيئة والسامة اللي صارت في حياتك من قبل. النقطة الأخيرة، سؤال: هل من قبل قمتي هل يوم قمتي او هل يوم حبيتي انك تجربي تسوي شيء ما يكون فيه مقابل مادي، وانك تساعد الناس كذا بس من غير ما يكون فيه مقابل مادي بهدف اجتماعي او مساعدة الاخرين؟ اذا ما سبق وعملتي بقول لك روحي خوضي تجارب لو لأسبوع في جمعيات خيرية أو مؤسسات، وراح تحسي بسعادة غريبة جدا. فيديو غير متزوجة وبحاجة إلى الحب راح يساعدك بإذن الله مرة كثير على إنك تشوفي حياتك بنظرة مختلفة، وكيف تجذبي الحب لحياتك. آخر شيء، شكرا 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 مرة كثير لوقتكم اللي أعطيتوني إياه حتى تشوفوا هذا الفيديو، ولا تنسون نشر الفيديو حتى يوصل لأكبر قدر من الناس، ولا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. أحبكم.